السلام عليكم البنات، كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا تكونوا في احسن الاحوال، ضاحكين فرحانين ناشطين 5 5 كيف ما العاده. اشنو ما كاين والو، ما كاين والو، ما كاين غير الروينه. انتم شوفوا الروائن 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 ديال الحوايج. اليوم عاد صبحات الشميشه، هما ناشره نشار على برا، حيت هنا الطلامط درتهم يتصبنوا. ديما اختكم مع الطلامط، حيت خاصني نفرش هاد اليومين الصراحه باش نحيد عليا الروينه كامله اخوتي، نحيدها. سمحوا لي، نحيد الروينه عليا يا اختي. عاجبني وجاي، شوفوا الماسك البنات اللي درت ليكم، اللي حتو ليكم هنايا في القناه. كنتمنى انكم تلايكيو لنا هذا الفيديو هذا كيف ما ديما. بطبيعه الحال صراحه خاصني ناخذ سيبوره يا اختي باش نجلس ونهضر، نطلل بعدك على داك لاله لوجين. اشنو كدير؟ لوجين فينه؟ عندك اوكي، حيت خليتها جالسه في بيتي هنا، بيتها كانت جالسين هنايا. ها هما الدراري بيتهم، راه فيت شاركتو معاكم مرون الصراحه. ايوا غادي ندير اخوتي السيبوره. بغيت نتشاور معاكم، بغيتكم تنصحوني، بغيت نهضر معاكم، نجمع معاكم شويه، نخوي عليكم قلبي شويه باش انا نستافد منكم. غادي نركب اختي التليفون هنايا في السيبوره، حيت اختي كيضرني دراعي، كيضرني ظهري، اختكم مع الخدمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. شي كنجي هاد البلاصه فيها الشعب بزاف، كيجيب لي الله وجهي بحال هكا حال هنايا شو سبحان الله العظيم. الدار اختي عندي مسكونه، ماشي هي هذيك. واقيلا غادي نجلس هنايا باش نهضر ونجمع معاكم هنايا على خاطري. ركب التليفون ولا استنى شوفوا واش غادي يركب هكا بلا ما يقطع عليا. سي بون. ها هو ركب هنا، نجلس يا اختي ونهضر معاكم ونجمع معاكم شويه. قولي كوثر فاش بغيتي تهضري معانا. هنا لابسه داك الكيت مع البنات لي سيرفيطات، سولتوني عليهم بزاف وعجبوكم. غادي نكوماندي اختي من مودانيسا، يعني نتوما قلتوا لي التوابل ديالهم خايبين داكشي، ولكن شي ناس قالوا لي خداو منهم وشوف التوابل ديالهم. بنات كيخدموا معايا في الخدمه قالوا لي راهم واعرين واعرين واعرين. المهم كله رزقو. انا فيت كومانديت من الانترنت، ما صدقوش ليا، مي غادي نجرب هذه المره ونتوكل على الله ونشوف. صدقوا بسم الله، ما صدقوش تكون اخر مره. هنا البنات شنو كنت باغي نهضر معكم، يعني كنا كنهضروا، عندي جوج الحوايج غادي نهضر معكم وبغيتكم تعطوني الراي ديالكم عافاكم. وليت كنفكر انا وعبد الرحيم بزاف، ولينا كنفكروا في شي حويجات منهم هاد الدار هادي الصراحه. ولينا كنفكروا اننا غادي نرحلوا. صافي هذا هو القرار اللي مؤخرا اللي ولينا معتمدينو. علاش بغينا نرحلوا؟ كاينه بعداك جوج ديال الاسباب. انه واخا تشوفوا هنايا الدار كبيره، كاينه هنايا الصالون كيف ما شفتوا معايا، تنفرج ان شاء الله ونضرب بكم دوره. كيف ما شفتوا الصالون كاين السيجور هنا، عندي انا بيت نعاس وكاين بيت الدراري، كاين عاس راه وريتكم الناموسيات بجوج، كاين عاس اسلام ولوجين. دونك اسلام ولا كيقول لك باغيك معلقين له التلفاز، كيقول لك اما التلفاز انا كنبغي ندير بلاي ستيشن، لوجين كتبغي تنعس، انا مالي انا بغيت بيتي بوحدي. كتعرفوا الوليدات ملي كيبداو 10 سنين كيبقاو غادي في 11، يعني كيبداو شويه النمو ديالو، يعني كيبدا يتبدل الافكار ديالو، كتبدا تبدل حتى من ناحيه الدوش. ما بقاش كيخليني ندوشو، كيقول لي نو ماما خاصني ندوش راسي، نو ما خاصكش تدوشي لي، بابا هو اللي يدير لي، نو انت مرا ما تبقايش ديري لي. دونك وليت كنحس بولدي، ولا كينضج شويه لا في الافكار ديالو ولا في المعامله ديالو. كتعرفوا الوليدات شويه، لا الولاد ولا البنات. دابا ماما كيقول لك انا هنايا انا كنبغي بيتي بوحدي، كنبغي ندير بلاي ستيشن، وجين كتبغي تنعس، كديرونجيني. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني واللي انا خوتي قهرني تقهرت اخوتي، هما الدروش صراحه، ولاو كيضروني اختي الدروش بزاف، بالخصوص اخوتي ملي كنجي في ثلاثة، كندخل في ثلاثة عرفتي عيانه 9 سوايع وانت واقفه والرجلين ضارينك، الظهر مقسوم عليك، وطلعي الطبق الاول والثاني والثالث، يعني صراحه. وكنحط الطوموبيل دابا بعيده، وكنجي على رجلي في الليل، وعاده كنطلع للدار كنحط الطوموبيل بعيده دابا. دونك وليت مديرونجيه بزاف، ماشي شويه، وليت مديرونجيه بزاف.
منهم هذا المشكل هذا. عبد الرحيم كيقول لي لا نصبروا فيها هنايا على الله وعسى ربي الحيل يسهل علينا في شي دويره. انا وليت كنقولو حتى هو دابا في الاول كان كيقول لي هكا، دابا ولا كيقتنع ملي شاف ولده ولا كيقول لك ماما بغيت ماما بغيت ماما بغيت، يعني حتى هو ولا كيفكر ولينا دابا غادي هذا غادي نقلبوا ان شاء الله باش نكريو باش نكريو. هادشي اللي هادشي اللي بان ليا. نشوف اختي شي دويره بالجريده هكاك حدا الباب كتقضي لي كوخ ديال كتدخليهم دغيا. دابا حنا ملي كنتقداو كنلقاو مشكل في البوطه. البارح عرفتي البوطه اقسم بالله الا طفات ليا على الكسكسو وهود وجاب ليا البوطه وطلع. دونك فمن الكانتينا لتحت دونك ولينا كنلقاو مشكل. كان غير سانسور كان غير سانسور. انا الدار اللي كندخل ليها صراحه كنولفها ما نقدر زعما نقول لكم غادي نسخى بها بسهوله، مي غادي هذا نو وليت ما عندي ما ندير. واخا فرجتها واخا درت لها ستادر على عبارها واخا واخا، ولكن كنشوف عاوتاني صحتي هي الاولى. كنعيا طلع هبط بعد مره خاص كيتهودي البواطاليت طلع هبط تقضيه طلع هبط. الدراري في كيف ما كنقول لكم حبسنا ليهم لا كونتين، يعني سير جيبهم طلعهم يتغداو ورجعهم. يعني ماشي بحال سمحوا لي ماشي بحال تليفون كيصوني انا راجعه معكم. ها انا رجعت معكم. هذا عبد الرحيم كيسولني كيقول لي واش نجيب الخبز ولا هذا، قلت له دوز جيبو راه ما خرجتش غير الصباح. هذا حنا كنهضروا حنا كنهضروا طلع هبط طلع هبط. وليت كنعجز نمشي نتسخر المكازا والله العظيم. بعض المره الا كنكون صافي بناقص غنوض نعجن بطبوطات حتى ليا ما نمشي. ماشي بحال الطوموبيل اخوتي كتكون عندك في الباب كيف ما قلت لكم كديماري الطوموبيل ديالك وكتزيد لي كورس كتحطوهم حدا الباب وكت يعني كتدخليهم دغيا. ولينا معذبين شويه صراحه والله العظيم الا وليت معذبه. وبزاف بغيت ناخذ الراي ديالكم انكم تنصحوني كي جاتكم هذه الفكره هذه. عبد الرحيم كيقول لي نبقاو هنايا نصبروا شويه وانا دابا نايضه فيا العافيه. كنقول له والو خاصنا نرحلوا. باقيين كنفكروا اما في هذه المدينه هذه ولا غادي نمشي لمدينه واحده اخرى. بغيت ناخذ الراي ديالكم، يعني نتوما باش كتنصحوني. هذه فكره زوينه ديال الدار الطبق الثالث اخوتي ولا مديرونجينا بزاف بزاف. مي باقين كنتشاوروا انا وياه. مي هو اقتنع قال لي صافي زعما كلي بغيتيها نديروها. مي حنايا كنتسناو وبداو لي ديماغ ديالنا. هو باقي مشطون مع لا كارت سيجور ديالو ما وصلاتش. قلبنا هنايا في الدار ما كايناش. دونك هاد السيمانه ان شاء الله غادي نمشيو لا بريفيكتور ويدفع هذا لا كارت سيجور ديالو. بطبيعه الحال غادي نبارطاجي معكم وغادي نشارك معكم باش الناس كما كنقول لكم باش الناس يستافدوا معنا. ثاني حاجه بغيتكم عافاكم تنصحوني. واللي دايره ولا عندها فكره عليه انها تصلح لي انها تصيفط لي هنايا في الكومونتيرات. بغيت اش بغيتي يا كوثر؟ انا مديرونجيه من حجباني بزاف. ماشي انا اللي كنقاد لهم الفورما. ديما كتسولوا لي الفورما كوثر كي كتقديها كوثر؟ راه وريتكم الخيو كيكون نمره جوج اللي كنطراسي نمره ثلاثه اللي كنطراسي بهم. دونك انا اللي كنصوب الفورما راس. مي وليت كنديرونجا بزاف حيت انا حجبانيه البنات. راه قلت لكم ماشي مره ماشي جوج. انا عندي الضربات هنايا في حجباني ملي كنت صغيره طحت. دونك عندي هنايا ما كينوض ليا جوج زغاب وهنايا ها نتوما لا بينت لكم. ها نتوما شوفوا شو البنات هاد الضربه هذه امام هاك. شو البنات هاد الضربه هذه ها هي شوفوا واش كتبان لكم ولا لا. هنا عندي وحده هذه دابا ما كينوضش ليها الزغاب. سي بوغ سا كنعلي هنا حجباني حيت هنايا ما كينوضليش الزغاب. وعندي كذلك ومثال هنا، يعني عندي جوج ثقبات هنا. دونك ما يمكن ليش نبدل هذه الفورمه هذه حيت الا درت الفورمه ما عليتش هنا حجباني. دونك ما غاديش يجيوني غادي يجيوني هنايا الوسط ما فيهش الزغاب. دونك وليت كنفكر انني غادي ندير ميكرو بليديشن سي سا هي هذه سميتو. نصحوني بواحد السيده كاينه في بلوى هي الجزائريه كاينه في بلوى. وانا شحال هادي كنت كنتسنى غير تنزل المغرب راه شحال هادي لا رجعتو البنات الفيديوهات اللي كنت كندير لكم فيهم الصباغات الشعر قبل ما ندير الحجاب والحجبان. رانا قلت لكم 100 الف مره قلت لكم كنفكر انني كنت باغا ندير تاتواج.
انا ما كنتش عارفه راه كاينه ميكرو بليديشن وكاينه بزاف ديال الانواع، يعني كيبقاو 6 شهور حتى العام، سا ديبون على حساب الفلوس او على حساب المده. يعني هذه الفكره هذه راه كانت عندي انا بشحال هذه، مي هذه الايامات ولات كتراودني بزاف، حيت بزاف انك تنوضي تخيي والكخيو مع المده يعني كيطيح الحجبان. وليت كندير القرنفل، كنحك القرنفل وكنبقى نحرق نحرقه في البوطه، وكنبقى بعض المره كندير كنتراسي به. دابا نشارك معكم هذه الوصفه هذه ان شاء الله، مي بغيت ناخذ الراي ديالكم. نتوما عارفين، نتوما خوتي، نتوما حبابي، يعني كنبغي نتشاور معكم. انا تشاورت معكم في الدار، بغيتكم تخليوا لي الكومونتيرات ديالكم كي جاتكم هذه الفكره هذه. وتا عبد الرحيم حتى هو يقرا لي الكومونتيرات باش يزيد يقتنع. عبد الرحيم قال لي عاد الكوزينه عاد ركبناها الصالون، عاد خليك تسهل علينا سيدي ربي الحبيب، ما عرفتي نشري وما عرفتي ربي الحبيب يسهل. رحلوا في مره واحده، يعني ماشي رحلوا دابا عاوتاني من بعد، رحلوا من بعد. انا دابا كان قلت ليه صافي الفكره جاتني لدماغي بالنسبه للبنات الحجبان عافاكم اللي دايره هاد ميكرو بليديشن، سي صح ما عرفاش واش سميتها هي هادي ولا لا، تخليها لي في لي كومونتير تنصحني، حيت خايفه يعني واش كيطيح الحجبان، واش كيدار، واش ما كيدارش، المده شحال كتبقى، الثمن يعني بشحال كيتساو، باش نشوف واش الثمن اللي طلبات ليا داك السيده يعني هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. يعني هادشي خوتي اللي بغيت نتشاور معاكم، وبغيتكم يعني تخليوا لي لي كومونتيرات ديالكم عافاكم، يعني الراي ديالكم كيهمني اخوتي بزاف، كيهمني بزاف. هنا كتشعل البوطه، شعل البوطه ما عاد طفات ولا لا. غادي ناخذ التليفون هنا، عرفتي علاش كنت دايره اخوتي واحد شويه هاد البطاطا ديال تطلق، وخفت هاد هذا، خفت تمشي تحرق ليا. خفت ها مطا، بقيت كنهضر معاكم وخليت هنايا البوطه. شوفوا البطاطا البنات، شوفوا تحرقات ليا. ويلي 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 ايه ده. سمعوا التشنشينه كتوقع. يا ناري يا ناري. بالنسبه للكوكوطه البنات كتقولي كوثر، شوف ما حكيتهاش كوثر، علاش ما شتيش كوكوط؟ هاد الايامات غادي نشري كوكوط وغنلوح عليا هاد، علاش انا ما عنديش مع داك الحكان ديال ما عند بزاف 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 بزاف، شتا توسخات يعني، واخا كنحكها يعني بقات هي هادي، وهادي كانت عندي من ايام الدار القديمه. دونك غادي هاد الايامات ان شاء الله غادي نشري كوكوط جديده، ونصحوني تاش من كوكوط البنات نشري الماركات، مي غادي نضرب دوره في المكازا وغادي نشوف الكوكوط اللي زوينه وناخدها ان شاء الله. هادشي اللي كاين سي بوغ سا، علاش هادشي علاش البنات بقيت كنقول لكم راه ما بقيتش باغا نشري الحوايج بزاف، راه ما بقيتش باغا نشري الماعن من اكسيون، راه حتى الماعن العطريه كتقول لي كوتا شري شري، قلت لكم اخوتي راه ما بقيت باغا نشري والو. علاش هادشي؟ علاش دماغي فاش كان كيدور يعني باغا نرحل، دونك غادي نشري داكشي يعني، اللهم نمشي تنمشي لدار جديده عاد نشري كلشي جديد يعني باش نتهنى. بالنسبه للفراش نشوفو، المهم هذه هي الفكره دابا اللي باغي نديرو، مي غادي نشوفو دابا نزيد كيف ما قلت لكم. انا كناخذ الراي ديالكم باش تاع عبد الرحيم حتى هو يقتنع به، حيت كيف ما قلت لكم كيقول لي نصبروا هنايا شويه، نزيدو نصبروا شويه تيسهل مولانا. مي انا صراحه وليت مديرونجيه بزاف بزاف بزاف، بالخصوص ولدي دابا ملي ولا كيغوت على بيتو، دونك يسهل مولانا وصافي. والله العظيم هادشي اللي كاين اخوتي. كنتمنى انكم تكتبوا لي في لي كومونتيرات ديالكم الراي ديالكم، كيهمني اخوتي بزاف بزاف بزاف. رانا وليت البنات كنحط لكم هنايا الفيديوهات ديال الوصفات الطبيعيه، وليت كنحطها لكم مع ثلاثه ديال العشيه، وكوثر فلوغ البنات غادي حتى هي نحط فيها وصفات، مي غادي نخليها للفلوغات، غادي نخليها للمساريات، المفاجات اللي غادي ندير لكم فيها ان شاء الله. كنتمنى اخوتي انكم تفيدوني، تعاونوني بالنصائح ديالكم، يعني ماشي غير انا يعني اللي كنفيدكم، حتى انا باغا حيت حنا خوت مع بعضياتنا في هاد القناه، دونك اي مشكل اي حاجه خاصني نطلع نبارطاجيها معكم، يعني باش انا ناخذ الاراء ديالكم، ناخذ الافكار ديالكم. كنتمنى اخوتي انكم تفيدوني، تعطوني الراي ديالكم باش نقراهم كاملين، انكم تدعموني، انكم تبارطاجيو قناتي عافاكم، انكم تكثروا لنا من لي لايك، بارطاجيو حتى الفيديوهات علاش لا، باش تعاونوا خاتكم كوثر يعني ما فيها باس. نتوما هما معاونيني من الاول، نتوما هما السند ديالي اخوتي من النهار الاول صراحه، مي كنت باقا طامعه فيكم ان شاء الله. المهم اخوتي انا دابا نايضه غاده لخدمتي،
نصاوب هنايا الغداء هذيك السلطه غادي نديها معايا. وما الغداء راه كاين البطاطا كنصاوب لها الربيع والبصله وداكشي والبيض وداكشي تخربق باش كنديها معايا. غادي نقول لكم اخوتي بسلامه عليكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. ولا عجبكم هذا الفيديو هذا كنتمنى انكم تفيدوني كيف ما قلت لكم، عافاكم كنطلبكم كنترجاكم انكم تكثروا لنا من لي لايكات ديالكم. هادشي اللي كاين اخوتي، بسلامه عليكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.